طبعا احنا عارفين ان في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، ذروتها النهارده الخميس متمثله في نشاط رياح على كافه انحاء الجمهوريه وسير المال والاتربه، امطار غزيره على السواحل الشماليه على الوجه البحري، مدن القناه سيناء هتكون متوسطه على القاهرة حتى شمال الصعيد. غدا الجمعة هتكون أقل من في شدتها من النهاردة. يوم السبت إن شاء الله تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. يوم الأحد تنحصر السواحل الشمالية الشرقية وتنتهي مع نهاية يوم الأحد فرص سقوط الأمطار، ولكن درجات الحرارة هتظل منخفضة، لأن مش هقدر أقولها منخفضة لأن هيكون ده الطبيعي، لأن إحنا هذا العام الشتاء دخل مبكرا رغم ان هو المفروض ميعاده 21 ديسمبر، لكن الشتاء واقعيا دخل مبكرا زي ما الخريف كان دخل مبكرا هذا العام. وفقا لشغل الارصاد الجويه الشتاء السنه دي لن يختلف عن العام الماضي كثيرا، هيبقى تقريبا مشابه ليه، فبالتالي ما فيش حاجه اسمها ان يكون عنيف او هيكون اكثر بروده او كده، ده كلام ده كله غير علمي، واللي بيقولوه اساسا ما لهمش اي علاقه بالارصاد الجويه. I'm not going to be able to do that.